Non. Là, 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 qui est ça? Ah! Joe! Y'a rien, il est Sodom. ولا ادري ولا هاي بداية الفيديو هاي بداية الفيديو بابا ايش تسوون هنا ها؟ السلام عليكم شوكم حبايبي ان شاء الله بخيركم ابو عطوان من قناة دراجون لورد وياكم اليوم حلقة مستقية وشخص وضيف وصديق جدا عزيز علي يا روحي يا حبيبي ابو عطوان حياك الله والسلام عليكم جميعا ان شاء الله وتحياتي لمتابعينك طبعا اليوم ايش ناوي انا ابو عطوان دمرهم لو انا دمرهم والله شوف انا طبعا اذا انت القلاص الروسي هذا يستلفوا طا 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 بس اليوم طابين المزمز انا والبياتي طبعا شباب سجلنا فيديو بقناه احمد اللي ما شايفه يعني عمره خساره حقيكم رابط بالوصف شيء كارثي طبعا قال ابو عطوان صف على صفحه عوفني شو طلع لنا هاكر هذا الهاك شو طلع لنا شنو الهاكر مقطع موجود ما رايح ترى ابو عطوان الهاك شوف المقطع مالته الهاك شباب طبعا دمرنا بس شنو قال وين تروح يا بعد هاك تركي هاك تركي الله لا ينطيب ان شاء الله لا احسن ناس احسن ناس فيا شباب ما نطول عليكم ما راح نلعب سكواد لان الصراحه ما تشد عليكم شباب يطايرون 24 ساعه واحنا باللوبي يعني فراح نلعب دو راح نلعب دو وان شاء الله نتونس على دو ونتونس فيه ان شاء الله فيب ما اطول عليكم نشوفكم اليوم يا رب خلي بابا وكبر كرشيته بيدي يا ربي دايما على هدك زيتو صحيح صالح بلولو لا شو اسمه طيارتنا بيغنون اراضيك بوم 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 يلا نزل بوشنكي يا بوشنكي قصدي حاويات حاوياتي عربي هاي نيمك عربي عربي هذا السوء تركي هذا صح عربي عربي لا 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 احنا عندكم واحد من تركيا هذا يمنا ويانا احمد البياتي اخوي هذا نوبه نوبه لا هذا يبكم احجيها احنا ما نعرف يا اخوي اوه نزل واحد قبلي يا رب اخذها قبل السلاح تعال خذتها قبلك سمير انزل عمو خذتها قبله ده ياخذ الانفوره خذتها قبله وينك بيوت وين رايح؟ يقعد تضرني جايب لك هدية وياي والله حتكيف عليها مش وين ما كان. احمد. راحوا اثنينهم. جايب لك هدية راح تفرحها مش وين ما كان والله. يلا انتظرك انا، اقول لك شغله. ها. على بالك بس انت تخلص تقتل لك اثنين يمك هيك مسيطر، انا اخذت الاثنين منهم. غير تحدي على شكل الله. اي والله صدق. تعال اعطيك سلاح. من هذا اللي حد قل لي ايابا تعال عليه احمد والله فيدك والله فيدك تعال صدقني فيدك صدقني بعوين يروح بعوين ما يقدر ما يقدر اذا بيقتل ما يقدر هاي احلى هدية وهذا احلى اجيك زحف ارجع بتاكسي الله حصرتني بعطان انا وقعد بعطان هناك وجلتش شفت هاي الخشبة صعدنا عليها؟ ايه اذا تصعدون اثنين ممكن لاعب من اللاعبين ينحصر بعد ما يطلع وانتاني العاب بوتات العاب امورك طيبة والله راح اموت احس نفسي هسه اقول لك ابو عطوان قول انا لا درة لا خودة ودول على اليمين وينهم؟ اقول لك الدرة هذا الدرع اثنين يفيدك؟ انا عندي ثري حبيبي. لا انا لقيت ثري فقشرت لك على اثنين. وضعك رائع يا قصة. تعال يا قصة تعال منا يلا. نعبر من طرف البحر انا عبر اوك واحدة نوك. اوووو لا حيفنش. لا ورايا ضبط. يلا احمد سويها احمد. ورايا ضبط راح يفنشني. ابو عطوان هذا ايم ستوري عنده
طالع برتال طالع برتال ابو ابو اجي اجي فوق الحاويه صار شفت راسه والله فوق الحاويه عوف عوف فوق الحاويه صار دير بالك لا تسمع لك وحش تعال عالجني تعال عالجني خليني اقعد منه لا 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 تنشل تنشل على خاطري عالجني عالجني ما دام يلا لك توقعني ها اجا صاحبي كنت قد بعيد بعيد كنت قد تقد تقد اقعد ايش حقك اصلا لك ساعه تقفز هذا وعنده عنده ثقه صاحبك مو والله حركك انت وصاحبك هذا البياتي انا يعني منه فوت 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 اي صح فوت حتى الحركه مالته يا اخي مفهوم تمام واطوان خلينا نلوت هناك بعدين هم حتى مو هم كار 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 وكار عائلتي امورك طيبة مستق قلة مستق السيارة السيارة باطوان اوه كناك واحد يقمس فوق الحاويات بي جعت لا والله قد عمو كفو اثنينهم والله كفو يا باطوان لا ودمي شوف ايش قد دمي انا جايب اول دمك انا منتظرك تطيح حتى اجي قادك بس والله منتظر تطيح يا تعال هاي يوم تعال هاي يوم اوه اي لاف يو انا قلت لك انا احبك يعني يعني اذا ممكن الوالد رقمه كذا اجي على بابا يعني انا رجال يعني اجي من الباب ما اجي من الشارع اخذ اخذ وام ام تعال 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 الام يناديكم وهاي 10 طاقات همين انا بقت عندي 15 طاقه كافي وزايد اقول لك ثلاثه اخذت انا زايد معود لا ما لا ما تمشي لا شيني شيني ما يصير معها ها سوي بعدين علي عيني عليهن عيني علي اخاف يطقوني بعدين ابو عطان يلا شو تسوي؟ طخ فليب؟ ابو عطوان؟ مو احنا بالحاويات ابو عطوان احنا بالحاويات احنا بالاوبن اذا طبقت سيارة على الجبل تدري ماذا سوف يفعلون بنا؟ سنصبح مثل الدولم الدولمة بتشولم بغا ما يسمونه ايها 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 هو ده يا وديع هو ده هو ده راح اوقف السيارة هنا حتى لا يشوفوها اي اي كون يعني بس والله يعني تقريبا تقريبا يعني مثل السيارة على بالك ما الله استفاص شايفه مال شو القديمة وهذا شايف لعبة الاصطفاص؟ لا يا هي اوه عمرك خسارة على بلاي ستيشن بس تخبط بالاخير روح مالك تعيون تعيون شنو قصف جولة معزون يا ربي عجب روح رابطان بسرعة خل نمشي يلا خل اخذ الطلق مال مال شو اسمه مال السمير بهدوس علي ولا ادري ولا هاي بداية الفيديو هاي بداية الفيديو يا بابا شو تسوون هنا ها؟ شو تسوون هنا؟ لا والله ما قاعد انا ترى شبعت دروبات يعني على فكرة يعني حزوع دروبات راح ازوع دروبات ليش ما تجي تصعد لا تجيك طلقة مالهم؟ اي نتوكل راح يشتغلوني يقولون احمد يلعب شباب راح ينتظرونا فوق اراهنكم فوق الجبل واذا ما موجود فوق الجبل احمد بياتي يمسح قناته زين تعال ايش عليه انا انت تراهن انا اقول انا اقول تعال المصريين وانا مال امي انا يا يا بي ماكو احد ترى ما معقول هيك هذول شنو مباوع لهم فوق شوي والله بركي نشوف احد بابا انا حبا على دروب تلقاه ميموري دروب حي على الصلاه يعني ما معقوله استنواب الى درجه اللعنه يعني ترى شيء يا ايها القوم يا ايها القوم اني ابحث عن ثلاثه سرسريين داعين يا ايها القوم
يا ايها القوم اين يضرب يضرب ويا شو اسمه جاي الفيت ويا الشعر اني ابحث عن ثلاثه دايحين دمشته شفت واحد شفت واحد والله وطن لازم ناخذ يمين نبوش عليهم ننزلون عندهم تعال يمي تعال يمي تعال يمي يلا يلا انا حقلب على الرش وقف فوق خليك هنا خليك هنا اي رش لازم رش طيب رماني طيب رماني اقعد لك اقعد لك وين طافر اقعد الاخ وينه دير باك الاخ يطيهم علينا انفو دير باك يم 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 هياته اقعد اقعد لك اقعد انا وقت اخليهم يجون انا وقت اخليهم يجون ابو عطوان عمي انت خبره انت خبره تكتيكيه خليهم يجون ابو عطوان وخلينا الله الله انه ما هو شوف البيوت ابو عطوان خلينا نروح للنص هاي تد ترمي ذاك ابو عطوان مفتوح يم البيت طقه اوه ما هو الزرقاء ابو وين 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 غير تقول لي وين ارمي زهاد قال لي ايش دسه ما ادري كم عطوان كم حبيبي ورد عم انت لعبك تكتيكي وحلو والله جدا تونست وياك والله العظيم يا بعد روحي يا بعد روحي عشرة كل والله قليل والله منو انت لو انا ترى بعدني ما طالع عدي انت عشرة انت عشرة عشرة والله في الباحة طلعت 18 كل والله العظيم لعب دلعبوا يا سكواد بس جماعتي ما ليش فيهم طلعت في 18 كل وجبت الجيم بالبث مباشر باحة كان جيم حلو والله مكانك خالي ديب ودي يا ابو قليل يا اخي والله العظيم لا عمي انت لاعب وما شاء الله يعني شباب طبعا الجيم مال احمد البياتي تلقونه بالوصف اذا ما شايف عمركم خسارة طبعا كنا خسرانين كنا خسرانين وطلع عندنا تشيت هكر والله بس ما شاء الله يعني عرف شلون يجيب شوف الفيديو انتوا حاطينه بالوصف شكرا حبيبي احمد الورده طبعا هذا الفيديو الاول بيناتنا وان شاء الله مو الاخير يا صديقي ان شاء الله ان شاء الله وتشرفت بك والله كلش يعني حبيبي الورده يا ابو هاي شباب نهايه الجيم شكرا لك يا صديقي وشكرا لكم حبايب على الدعم يا ريت خلونا لايك وتشتركوا بالقناه وتشوفون فيديو احمد البياتي بالوصف مع السلامه على راس ولا تنسى مشاهده اخر اربع مقاطع